هاد المره كنت كنتفرج في ناسيونال جيوغرافيك ويبان لي النمر، كانوا كيهضروا على النمر. اشنو قال لك؟ قال لك انا لا النمر فاش كيفيق في الصباح كيدير 10 المحاولات باش تنجح ليه وحده باش ياكل، 10 ديال المحاولات في اليوم ديالو باش تنجح ليه وحده باش يصطاد الفريزه. هذا النمر اللي من صغره هو كيصطاد، شو الخبره العاليه اللي عنده في الصيد؟ خبره عاليه عنده، ولكن شنو الا ما كلا الا ما صيدش هو ما غياكلش ما غيعيش، دونك ما كيأسش كيمشي يتبع لي الغزاله الاولى ما شداش دوز للثانيه الثالثه الرابعه حتى كيشد الغزاله باش ياكل طرف الخبز. انت شمن خبره عندك؟ هذا النمر من صغره هو كيصيد، انت فوق شمن خبره عندك في الهضره مع الناس؟ كتقول لي دويت مع واحد وما بغاش ما بغاوش دويت معاهم والله ما بغاو رجعوا للنمر. علاش النمر 10 المحاولات مع العلم انه خطير في الصيد مفترس حقيقي؟ علاش؟ لان كاينه مقاومه في الجهه الاخرى، كاين واحد الكائن حي في الجهه الاخرى اللي خايف على الحياه ديالو، وهذاك اللي خايف على الحياه ديالو راه كيجري اكثر من هذاك اللي باغي ياكل. كاينه ولا ما كايناش؟ عمر طلب العلم والاستفاده ما كتسالي، واخا وصلنا لمستويات كبيره ولكن ديما البحث على الجديد وديما كنطور راسي. كما قلنا الدنيا دايره بحال السكه، الا وقفتي راه غيدوز عليك شي واحد، خصك ديما غادي لقدام ديما تقلب على الجديد.